يسعدنا أن نستضيف اليوم في الأستوديو الدكتور أنور دفع الله، مؤسس تيدكس الخرطوم وأحد المترجمين الشباب الذين ينقلون المحتوى الإعلامي للمنصة إلى اللغة العربية. أهلا وسهلا دكتور، حياك أهلا الله. بكم صباح أهلا بك دكتور، صباح الخير. صباح ذكرنا أهمية الكلمة، تأثير الكلمة. هذه المنصة تتيح فرصة للأشخاص الذين لديهم فعلا تجربة حقيقية مفيدة ليعبروا. نريد منك أنت تعريف بهذه المنصة والدور الذي تلعبه في التغيير والتأثير. نعم، منصة تيدكس أو منصة تيد منصة بتجمع الناس ذوي الأفكار والشغف المختلف من الترفيه والتصميم والتكنولوجيا التقنية. فكل الناس بتجتمع مع بعض عشان تتكلم في مؤتمر يقام تحت شعار، ولكن ينظر القضايا بصورة مختلفة. فالآن أنت طبيب وأنا إعلامي وهذا متخصص تقنية، كلنا بنتكلم في الموضوع نفسه من زوايا مختلفة، فبالتالي بتكون المنظور شامل ومكثف في نفس القضية. ولما بدأ كمؤتمر ربحي في العام 84 لحد العام 2001 حينما تحول إلى مؤتمر غير ربحي وأصبح الشعار بتاعه أفكار تستحق الانتشار. كان كل ما يحدث داخل المؤتمر يظل داخل المؤتمر، ولكن بعدها أتيحت كل المحاضرات التي سجلت في TED.com، ومن هناك بدأ مشروع الترجمة المفتوح حيث يقوم متطوعون يعني بترجمة المحتوى إلى أكثر من 100 لغة مختلفة، ونحن مترجمين في اللغة العربية. وكذلك بدأت مبادرة TEDx، وهي إنه إعطاء رخصة لشخص أو مؤسسة في مكان مختلف حول العالم لإقامة مؤتمر مستقل قائم بذاته ليحصد الأفكار من المجتمع المحلي. الأفكار لديها قوة يعني في تغيير المجتمعات. حدثنا دكتور أنور عن تجربتك الشخصية مع هذه المنصة. أنا بدأت كمترجم متطوع بمصادفة، يعني من زميل أرسل لي اللي هو الأخ الدكتور إبراهيم موسى، وكنت طالب دكتوراه في كوريا الجنوبية، أرسل لي يعني رابط لمقطع في اليوتيوب وشفت الرابط. والبحث بتاعنا كان فيه جزء من الإحصاء. الإحصاء كما تعلمون يعني ليست تلك المادة الجميلة الممتعة، لكن شفت متحدث بريطاني يتحدث عن الإحصاء بصورة فيها حكاية سرد قصصي، كان أخاذ جدا جدا. فبفضول الباحث رحت على أشوف المصدر فين، فلقيته اللي هو الموقع بتاع TED.com، وهناك لقيت مشروع الترجمة المفتوح وانخرطت فيه يعني في عالم الأفكار بصورة يعني لا نهائية. لقيت نفسي دائما أحاول يعني أي موضوع ألقاه أول فكرة بتجي في راسي كيف ممكن أنقل المحتوى ده لعدد أكبر من الذين يتحدثون اللغة العربية بحيث يستفيدوا منه، لأنه الأفكار بتغير يعني الأفكار دائما لها تأثير، لها التأثير الأكبر في تغيير المجتمعات. كل الحضارات البشرية دائما بتكون في فكرة محددة وبعدها يحصل عهد جديد بتاع الزهار. كثير من الإنجازات أصلا بدأت بفكرة، والبعض كان أحيانا يستسخف الفكرة لكنها تكون حقيقة وتتحول إلى إنجاز. بالضبط. دكتور أنور، خبرنا أكثر عن هذه التجربة، تجربة تيدكس الخرطوم، يعني ما الذي دفعك لتأسيس تيدكس الخرطوم؟ بلادي وإن جارت علي عزيزة وقومي وإن ظنوا علي كرامه. كنت في كوريا الجنوبية وشفت المجتمع بتاع تيدكس سيول، هناك يعني يحتفوا بالأفكار التي تخرج من المجتمع، والناس العظماء اللي عندهم يحتفوا بهم ويضعون في المنصة العالمية بحيث أنه يشوفوا يا ناس أنه في كوريا الجنوبية فيها مخترعين وفيها علماء وفيها أطباء وفيها. وإحنا طبعا يعني في الإعلام يعني بكل أسف ما أخذنا حظنا من يعني حقائق تاريخية وجغرافية، مثلا أنه نهر النيل يبدأ من السودان، إنه والله النيل الأزرق يأتي من إثيوبيا ويوغندا للنيل الأبيض ويلتقوا في مقرن النيلين في الخرطوم لتبدأ النيل اسمه هناك النيل. حقائق تاريخية مثل إنه عدد الأهرامات في السودان أكثر من أي مكان تاني في المحيط، يعني ما الناس ما عارفينها. فقلت لازم أنا أخذ التجربة بتاعت تيدكس وأخذها إلى السودان لنحصد الأفكار ونعيد تقديم مجتمعنا بصورة إيجابية. فتيدكس الخرطوم كان يعني مبادرة فيها غيرة وحب لمجتمعنا ووطننا، في أنه يا أخي اخرجوا الأفكار التي عندكم وهي موجودة بكثرة لكن لا تجد حظها في الإعلام. دكتور أنور، ذكرت أن للأفكار تأثير. نعم. بالتأكيد على المجتمع بطريقة التعبير وطرح هذه الأفكار.
ذكرت أن هنالك بعض الأمور المتعلقة بتفاصيل السودان لا يعلمها ربما أهل السودان أنفسهم، نعم، أو من هو خارج السودان. ما هي الأفكار الأخرى التي سعيتم لطرحها من خلال منصة تيدكس الخرطوم وكان لها تأثير كبير؟ مثلا قد لا يتبادر إلى ذهن الشخص أنه في جدة موجودة في منطقة نائية في الريف لا تتحدث أي لغة ثانية ولا تكتب لأنها يعني لم تجد حظها من التعليم، يمكن أن تتحول إلى مهندسة طاقة شمسية وتقوم بإنارة قريتها وتدرب قرى أخرى على إنارة القرى بتاعتهم بطاقة شمسية. هذه من التجارب اللي يعني وضعناها على منصة تيدكس خرطوم ووجدت حظها، وهي تجربة مستلهمة من كلية القدم الحافي البروفيسور بينك روي الهندي. عمل هذه الكلية على أساس أنه إنارة القرى بواسطة الناس المقيمين، إذا دربت الشباب سيقوموا بالهجرة إلى المدن الكبيرة أو إلى خارج البلاد لأنهم لديهم الآن المهارات. فمن هم أصحاب المصلحة في أن تنار القرية ويظلوا بها؟ عندما عمل التحليل وجد أنهم الجدات، فقام باستهداف الجدات. والحمد لله دكتورة غادة كدودة عندنا في السودان يعني قامت بنقل التجربة بصورة رائعة جميلة جدا جدا مع جدات من جبال النوبة، فهذه وضعت على 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 منصة تيدكس خرطوم، ويعني أخذنا الصورة النمطية بتاعت إنه منطقة جبال النوبة الجميلة الرائعة من هي منطقة بتاعت حروب وكذا، لا، إلى منطقة يخرج منها العلم ويخرج منها الأفكار. هذه الصورة النمطية طبعا. منصة تيدكس كيف تساهم هنا تحديدا في تغيير هذه الصورة النمطية التي يمكن أن توصف بأنها سلبية في جانب من المجتمعات العربية؟ نعم، المجتمعات العربية مظلومة كثير جدا بأنها ما واجدت حظها، يعني حينما تعلم أنه مثلا أقدم عاصمة في العالم هي دمشق يعني في سوريا، الحاجات دي احنا ما محتفين بها. المنصات بتاعت تيدكس لانها منصات صغيره ومقايمه على المجتمع المحلي، انت الان بدل ما يكون عندك منطقه مركزيه فيها كل الحاجات انت بتعمل مؤتمرات مختلفه، تيدكس الدوحه، تيدكس السد، تيدكس الخريطيات، كل مجتمع يحتفي بالافكار اللي عنده ويطرح المعلومات التاريخيه والجغرافيه والى اخره ويحتفي بها الافكار اللي يتقدم. لكن بالنسبه لقطر تحديدا اتكلم انه رؤيه قطر 2030 فيها اربع محاور يمكن ان تستفيد منها قطر، يعني المجتمع يستفيد من تيدكس بصوره مباشره، اللي هو المحور بتاع التنميه الاجتماعيه، التنميه البشريه، التنميه الاقتصاديه والتنميه البيئيه. كل المتحدثين بتوعون تيدكس في الغالب هم ياتوا كباحثين وكعلماء مش كده، فيقدموا حقائق بصورة مختلفة فيها نوع من الحكي تجعل المجتمع يستلهم الأفكار من بعضه البعض، وحينما تلتقي الأفكار تنتج أشياء يعني تتطور والأفكار هي الطريق إلى الإنجازات بطبيعة الحال. شكرا لك على وجودك معنا في الجزيرة هذا الصباح دكتور أنور دفع الله مؤسس تيدكس الخرطوم وأحد المترجمين الشباب الذين ينقلون المحتوى الإعلامي للمنصة إلى اللغة العربية. ندعوكم إن شاء الله لتيدكس السد يوم السبت إن شاء الله بإذن الله. شكرا جزيلا. إذن سيكون لدينا فاصل قصير وبعد هذا الفاصل جديد بطولة كأس الخليج والمنتظر من مباريات النصف النهائي، فابقوا معنا. نلقاكم بعد الفاصل.